التواصل يستمر مشاهدينا متابعين الكرام على ارضيه هذا الميدان ميدان المرموم لسباقات الهجن العربيه الاصيله تتواصل الاشواط تبدا الجوله الثانيه في جولات هذا المساء في هذا الانطلاق مع ذلل وزمول اصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق في هذا المساء بهذه الشعارات العملاقه القويه في المؤسسات لانطلاقات سباقات الهجن العربيه الاصيله انطلق الشوط الخامس الخاص بالحول المحليات الاصايل التي تنطلق وتتنافس على شرف الفوز والناموس تتقدم هملوله على راس حربه هذا الشوط وتقود الشوط في هذا الاندفاع لنرى المركز الاول مسيطره على المقدمه وهذه هملوله من هجن الرياسه المضمر علي بن يميل الوهيبي بينما من الجانب الاخر اللي تدخلت هذه هقوه هقوه تعود تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود يضمرها ماجد بن حلفان المري تتقدم بينما تاتي في المركز الثالث ايضا هملوله من هجن الرياسه ضمرها علي بن يميل الوهيبي في ثالث المراكز المركز الرابع اشوف رابع المراكز وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع هذه افراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع على المركز الرابع في هذه اللحظات المركز الخامس ايضا تتقدم في هذه اللحظه افراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع المركز السادس وتاتينا في سادس المراكز وهذه المرعوشة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها خليفة بن سالم بالصقعة الكابتن كذلك في هذا الانطلاق بينما المركز الثامن أو السابع السابع مطيلة هذه مطيلة لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر مطيلة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري المركز الثامن تتواجد فيه الخوارة لاسم الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها علي بن عبد الله الهادفي المركز التاسع شوف هجنة الرئاسة تتقدم وتاتينا في هذا الانطلاق بها ملولة من هجنة الرئاسة يضمرها علي بن يميل الوهيبي والمركز العاشر هذه العاشرة مشاهدين العزاء تعود هذه تتقدم شوق هذه شوق شوق الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها حمد بن خميس الغويص هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته في آه هذه الانطلاقة وهذه الأثارة الحاضرة في أرضية هذا الميدان يا سلام ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط في تحديات هذا الشوط الجميل الذي يحمل هذه الأصايل المنطلقة في هذا المساء لتبحث تبحث عن الفوز تبحث عن الناموس تبحث عن استعدادات جميلة ورائعة وباينة من المضمرين الذين يتابعون مع هذه الشعارات تدريب وضمار الأصايل نعود إلى المركز الأول نسير مع مقدمة الشوط وهقوه هقوه ما تخيب فيها الهقوه هقوه اللي في المركز الاول تعود ملكيتها لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود ومايد بن محمد بن حلفان المري الذي يتولى تضميرها المشاركه بهذا الشعار شعار هجن المملكه كذلك في المؤسسات العملاقه تندفع وتنطلق لتنافس لتجعل روح التنافس كذلك جميله مثل ما اعتدنا في رياضتنا العربيه الاصيله ما بين المشاركين والمنطلقين نسير مع المركز الثاني وثاني المراكز هم الاولى هاملولة على المركز الثاني والمركز الثالث كذلك هاملولة يحمل لنا الشعار الأحمر شعار هجن الرئاسة ياتي الظافر أحد الشباب المضمرين علي بن يميل الوهيبي يتقدم بسعيد كذلك في التضمير والعناية مع شعار هجن الرئاسة في هذا الانطلاق بينما تاتي في المركز الرابع وهذه مطيلة ام طيلة اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يدير تضميرها عتيج بن سالم العرطي الحميري يتقدم مع طيلة على المركز الرابع افراح في المركز الخامس اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع والشاهينية العاصفة مشاهدي العزاء تتقدم في هذه اللحظات وغيات الهلالي كذلك يقدم هجن العاصفة باستعداد جميل جميل ورايع بينما فراح في المركز السابع اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوع هملوله في المركز الثامن المركز التاسع التاسع ولا الثامن يا ابو حمد احسب شوف شوف هذه الثامنة هملولة من, من هجن الرياسة يضمرها اللي هو آآ آآ علي بن مي اللهيبي المركز التاسع وصلت له في هذه اللحظات الضبي هذه الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عبيد بين شينان المري والمركز العاشر الخوار لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم علي بن عبد الله الهاد المضمر للخوارة هذه النتيجة وهذه إذاعتنا الثانية بالنسبة للعشر المراكز الأولى في مسار الشوط حتى هذه اللحظات بهدوء وبانطلاقة رائعة وجميلة ولكن ترقبوا الشوط يحمل أسماء ويحمل شعارات لها وزنها ولها ثقلها في ميادين السباقات ترقبوها وترقبوا الانطلاقات الجميلة في هذه الأمسية الجميلة والسباقات التمهيدية في المرموم حاضره بدات الامور توضح وبدات الانطلاقات بدات الاوراق تكشف بدات الاسماء تاتي بدا الاستعداد ياتي نعود الى المراكز الاولى وتبادل المراكز والتغييرات الشاهينيه غيرت غيرت، دعناها تقريبا خامس او سادس لما رحنا مع العشر هي بدلت العاصفه وهجنها ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الجميل منطلقه مندفعه بالمراكز الاولى هذه الشاهينيه على المركز الاول تسيطر من هجن العاصفه يقودها في التضمير غياث الهلالي على المركز الأول مسيطرة ومن دفع مع المقدمة بينما المركز الثاني المركز الثاني والثالث سجن الرئاسة مع علي بن يمي اللهيبي هملولة الأولى, الأولى يحمل الشعار الأحمر كذلك الذي يعطي دافع للتنافس دائما للإنجازات للتحديات في هذه المؤسسات ملتقى ودي ملتقى مشاركات في هذه الشعارات ما قبل الختاميات ما قبل الرموز ما قبل التنافس المرتقب ما قبل جماهير هذه المؤسسات وهذه الهجن كبيرة وعريضة في ميادين الخليج في دول الخليج بهذه التحديات يا سلام المركز الثالث اللي غيرت على المركز الثالث تحركت الضبي تحركت الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن شينان المري العمدة العمدة عمدة المضمرين متواجد وحاضر دائما بانجازاته ياتي باسماء جميلة بتحديات رائعة على هذا المسار الجميل المركز الرابع حملوله من هجن الرياسه المركز الخامس هذه مطيله لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز الخامس والمركز السادس تصل فيه او متواجده هذه هذه متواجده من البدايه ومنافسة اقوى صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد السعود مايد بن حلفان المري اللي يضمرها هذه الاسماء واكتفي خلاص ولا فرح نعم ما فرح هناك لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوب يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع والمركز الثامن هملولة من هجن الرئاسة اللي مع علي بن يميل الوهيبي المركز التاسع وصلت الشاهينية هذه هذه من الارقام اللي كانت خلف العشر الشاهينية اللي تاتي في المركز التاسع من هجن الرئاسة ومع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أيضا هناك من هجن العاصفة من خلف العشر على المركز العاشر في هذه اللحظات وأيضا منها غيات الهلالي خلاص النتيجة الأخيرة بالنسبة للعشر المراكز عودتنا مع الثلاثية الجميلة بالمراكز الأولى والألف وميتين لوحة الإعلان لوحة الإعلان والشاهينية مسيطرة للعاصفة الشاهينية مسيطرة مع شعار العاصفة متقدمة بجدارة وبأداء جميل يا سلام هذه تسيطر على مقدمة الشوط من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي بينما تحركت هملولة من هجن الرياسة يقودها بالتضمير علي بني بن يميل الوهيبي على المركز الثاني ولكن يا سلام الله 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 الامتار الاخيره الامتار الاخيره في هذا الانطلاق ما شاء الله الشاهينيه ترقص ما شاء الله ترقص تقدم اجمل عروضها العاصفه وهجنها في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع تقدم كل ما هو جميل تقدم كل ما هو جميل ورائع للغايه استعداد باين واضح ما شاء الله يا الشاهينيه تتقدم هملوله في المركز الثاني من هجن الرئاسه يضمرها علي بن يميل الوهيبي ولكن خلاص الشاهينيه الشاهينيه ما شاء الله تبارك الله الله على هذا الاداء عليها في وانطلاقتها هجن العاصفه دائما مزعمات ومطليات الروس بالشامي العتيج ما همهن ومكابرات هم بل ريج ويبس ريج هجن العواصف عاصفات والعاصفه عصف وحريج يا سلام الايام القادمه القادمه مع المهرجانات الشعارات الجميله والتحديات نعطي اه حماس فقط للمشاركين للجماهير للمتابعين للايام القادمه في رياضه الآباء والأجداد الشاهينية هذه تصل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس في هذا الانطلاق تهانينا بدون أوامر استراحة المحارب وتصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس تهانينا لهجن العاصفة على فوز الشاهينية وتهانينا لغياث الهلالي مشكور المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة والمركز الثالث هملولة من هجن الرياسة المركز الرابع الشاهينية من هجن الرياسة أفراح في المركز الخامس ل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم هذه الخمس في حاله وصولها الى خط النهايه الخمس الاخرى عند لجنه التحكيم حتى العاشر نعود الى التوقيت الزمني مع مخرجنا مخرجنا عبد الله وادي كذلك بعدنان عدنان 12 دقيقه 41 ثانيه وجزئين من الثانيه قدمت التوقيت في الثمانيه كيلو مترات الشاهينيه من هجن العاصفه يضمنها غياث الهلالي تهانينا والناموس المركز الثاني 12 دقيقة 41 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية هملولة من هجن الرياسة تهانينا وتهانينا لعلي بن يميل الوهيبي كذلك من قدم هملولة بينما هذه المركز الثالث هملولة في المركز الثالث في 12 دقيقة 45 ثانية وأربع أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لعلي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز